ضربوها صاروخ زنانة وصلنا لغادة شوي لو ضربوها الصاروخ الثاني. وإحنا يعني لحتى الآن مش عارفين ليش ضربوها أصلا. ما الحمد لله يعني الحمد لله. أول حاجة إنهم إحنا مش بيتنا مش أحسن من البيوت اللي تدمرت، لكن إحنا مش عارفين ليش ضربوها. يعني على القناة العبرية قايلين إنه قائد في القسام صاحب البيت، كله كذب، لا إحنا في القسام ولا إلنا في أي فصيل. هو استهداف لأرض فارغة وذلك غرب مدينة غزة.